إذن مشاهدون قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مرة أخرى من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من الحاج فاتح، منطقة الحي الحسين. هاد العافية تخسر على أطنان ديال الماء، ولحد الآن مازال مبغاتش تطفى رغم مجهودات عناصر الوقاية المدني، مجهودات كبيرة بزاف، وهاد الحريق مبغاتش تطفى. هاد الحريق فين شاد؟ شاد في واحد ديبو ديال مواد التنظيف، واللي كاين في اطنان ديال الماء ضاعت من 12 ديال النهار. جاوا الوقايه طفاوها، ولكن العافيه بقات لداخل، ما كانش كيطلع الدخان. مشاو رجال المطافع غادروا المكان، كيعاودوا تفاجؤوا بان الناس كيتصلوا بهم راه الدخان خارج بزاف، راه العافيه باقا شاده. جاوا عاوتاني ولدابا هما مازال كيطفيو، ولكن حتى حاجه ما تطفات. علاش؟ لان لاكاف كاين لتحت، ما عندكش كي غدير حتى تدخل ليه، دخاخنا ما طالعين، الماء راه خدام لتحت ومازال ما تطفات. فنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يوفق هاد الرجال في اخماد هاد الحريق المهول اللي كاين اسفل العماره بالحاج فاتح، واللي شاعلة في واحد ديبو ديال مواد تنظيف. راه مدخلين التيوات وموجدين سيارة الإسعاف في حالة ما إلى وقعات شي حالة اختناق أو حالة إغماء، باش كل شي يكون على أتم الاستعداد. يعني دابا غير الدخان، ما عارفين حتى العافية فين شادة، دابا غير الدخان وهما مدخلين تيوات كيطفيو، وشي ما طفاو. جهودات كبيرة أقسم بالله، إلا العناصر ديال الوقاية دايرين واحد العمل جبار من الصباح. تخيلوا معايا شحال ديال الماء ومازال ما كاين والو. الله يوفقهم يا ربي، والله يسهل عليهم، والله يدير شي تاويل ديال الخير. هاد الفتحات ديال التهوية هما اللي مدخلين منهم التيوات ديال الماء، غير باش يتمكنوا من هاد العافية. هادشي خويا في الحاج فاتح، الولفة، منطقة الحي الحسني، الجامع ديال الحاج فاتح من وراه كاين هادشي. اللي سولتي غتقولي داك الديبو اللي شاعلة فيه العافية غيوريك. حسن عوان رجال المطافئ اللي قبالت هاد الدخان، وهاد الدخان صعيب باش تشمو، صعيب بزاف، دخان مجهد، يقدر يخنقخ، يقدر يتسبب لك في اغماء. الله يدير شي تاويل ديال الخير. دابا هما راه مدخلين تيوات من هاد الفتحات ديال التهويه، هادو راه فتحات ديال التهويه اللي كيكونوا دايرينهم على حساب لاكاف، بحال هاد، بحال هادو اللي هنايا. هنا هادشي علاش صعيب باش دير لاكاف، ديرو ديب، هادشي باش صعيب.